أهلا بكم مجددا. زوم اليوم نخصصه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الوضع السياسي في سوريا وأزمة اللاجئين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أمين بشقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمان. دكتور أهلا وسهلا بكم معنا. مساء الخير. أهلا وسهلا. عندما يتحدث سيد تيلرسون ويقول إن مصير الأسد بيد السوريين، هل تلمس في هذا التصريح تغييرا في ما يتعلق بالموقف الأمريكي من مصير الأسد؟ ما وضحته اليوم يعني تصريح وزير الخارجية الأمريكي في تركيا، توضح هذا المساء بتصريح آخر مشابه من مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، حيث قالت أنه ليس من أولوياتنا كالولايات المتحدة إزاحة الأسد الآن. إذن الأولوية الأولى للأمريكان هي محاربة داعش، وفي يعني مشاركة أمريكية عسكريا على الأرض من خلال تركيا، وفي هناك تطابق وجهات النظر بين تركيا من جهة والولايات المتحدة من جهة في محاربة داعش. دكتور، هذا التقارب كذلك، يعني هناك تقارب في وجهات النظر مع الموقف الروسي كذلك، ما فاتورة هذا؟ نعم. كيف تفهم هذا؟ نعم نعم. كذلك تحدث اليوم في موسكو بوتين أن هناك تحسنا في العلاقات الروسية الأمريكية حول القضايا في الشرق الأوسط، وبالتالي يتمنى هو بوتين أن يعني ينسحب هذا الأمر على بقية القضايا الموجودة على المستوى العالمي. خلينا يعني نحلل الآن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي في هناك دستور جديد، في هناك مباحثات حول ما يسمى بالسلة السياسية في جنيف الآن مع ديمستورة مع المعارضة حول المرحلة الانتقالية والدستور الجديد وعملية انتخابية في المرحلة الانتقالية. هذا أمر يوحي أن هناك يعني إدراك أمريكي أنه في مرحلة سياسية ستكون هناك انتخابات، ربما يسمح للأسد بالنزول للانتخابات أو ربما يقصى من النزول للانتخابات وتصبح هناك انتخابات حرة نزيهة وتحول النظام من نظام ديكتاتوري أو سلطوي إلى نظام ديمقراطي. طيب دكتور، طيب لننتقل يعني ارجوك نعم لننتقل ارجوك الى الموقف الاوروبي. لماذا تبدو اوروبا غير معنيه او لا تبدو مهتمه بالملف السوري؟ الحقيقه يعني الاوروبيين مهتمين بالشان السوري او الملف السوري فيما يتعلق بامرين. الامر الاول هو موضوع اللاجئين وتدفق اللاجئين عبر تركيا الى 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 اوروبا، وفي صار اتفاقات بين تركيا واوروبا على وقف عمليه الامداد، لكن اللاجئين عم بيتسربوا. الجانب الثاني اللي هو قضايا التطرف والارهاب، يعني الازمه السوريه يعني شظاياها انتقلت او نقلت شظاياها للعديد من الدول الاوروبيه، والدول الاوروبيه متاثره جدا. اذا اخذنا فرنسا على سبيل المثال وبروكسل والعديد من العواصم الاوروبيه متاثره بقضايا التطرف والإرهاب الذي يحصل في تلك الدول. لكن اللي أقوله أنا أن الدور الأمريكي الآن مع الرئيس الأمريكي ترامب هو أقوى من الدور الأوروبي، وهناك تنسيق أو اتفاقات بين روسيا من جهة، روسيا الاتحادية من جهة، وأمريكا من جهة حول موضوع الأزمة السورية وما هي الأولويات. طيب يعني دكتور، نرى أن الأولوية الأولى هي داعش. طيب عندما نتحدث، وتحدثت تفضلت عن أزمة اللاجئين، نحن نتحدث عن أكثر من 5 ملايين لاجئ، ما تأثير هذا على دول الجوار؟ الحقيقة أنه تأثير اقتصادي على البنى التحتية لدول الجوار، بالذات نتحدث عن الأردن، عن لبنان، نتحدث عن تركيا، بغض النظر عن لأنه المفوضية للاجئين لم تسجل كل الذين نزحوا. نعم. مثلا على سبيل المثال إلى الأردن سجلوا منهم 600 أو 650 ألف، لكن في 1.6 مليون يعني 1.5 مليون وزيادة من السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية ليسوا لا يعيشوا لا في مخيمات إنما يعني يعملوا. فبالتالي في تأثير اقتصادي على موضوعي البطالة من جهة، وعلى موضوع التعليم والصحة
والطرق والاتصالات والمياه والكهرباء. وبالتالي الدول اقتصادها ضعيف زي الأردن ولبنان يعني واضح التأثير للأزمة السورية على الوضع الاقتصادي في الحالة الأردنية والحالة اللبنانية. طيب المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي، هل من أمل في أن تجدي نفعا؟ يعني الآن يعني يصل الجميع إلى أن الحلول العسكرية لن تأتي بشيء مفيد لا للشعب السوري ولا للمعارضة ولا للنظام. يعني احنا نتحدث الآن عن أكثر من نصف مليون قتيل بين الجيش السوري والمعارضة والمواطنين، 30% منهم من الأطفال الضحايا. وبالتالي الآن يعني في قناعة لدى الجميع بأهمية الاستمرار في وقف إطلاق النار، على الرغم من أنه وقف إطلاق النار غير دقيق أو غير ثابت في كثير من المناطق، الغوطة، القلمون اليوم، ومنطقة حماة كمان اليوم، تصف جوي روسي وسوري على تلك المناطق. وبالتالي يعني العمليات العسكرية أو الحل العسكري لن يكون مجديا ولن تؤدي، لأن الأزمة الآن من 2011 إلى 2017 متحدث عن 6 سنوات. نعم. وكل العمليات العسكرية لم تؤدي إلى إنهاء الآخر، على الرغم من تفتت المعارضة وازدياد أعدادها. يعني متحدث عن 103 منظمات موجودة على الأرض السورية من المنظمات المعارضة التي تقاتل النظام من مختلف التيارات والفئات الموجودة على الساحة السورية. وبالتالي الحل هو الحل السياسي، وهذا ما أكده مؤتمر القمة العربي. والحل السياسي هل هو ممكن دكتور في ظل المعارضة الموجودة اليوم، المعارضة التي تشارك في هذه المفاوضات قادرة على أن تمثل الشعب السوري أو جزء من الشعب السوري؟ جزءا من الشعب السوري وليس كل الشعب السوري. احنا نتحدث عن الشعب السوري حوالي 24 مليون، ولكن المعارضة ليست على قلب رجل واحد دكتور، ذلك ما قصدت. نعم. بالتأكيد صحيح، ليسوا على رجل قلب واحد، لأنه قلت لك أنا في 103 تنظيمات. يعني صعب أنه هذه التنظيمات من مختلف الفصائل والتيارات السياسية الدينية وغير الدينية والليبرالية حتى ليست متفقة. وبالتالي هذا إشكالية كبرى بالنسبة للعملية السلمية. لابد من اتفاق المعارضة أولا. للسير في طريق الحل السياسي. طبعا الحل السياسي سيكون بس ليس سريعا، يعني نتحدث عن من هنا إلى نهاية العام تقريبا، ممكن وارد أن يحدث اختراقات في جنيف أو في إستانا. هل تتصور دكتور وساطة عربية، من البلدان العربية يمكن أن تشكل كذلك عامل ضغط لإيجاد هذا الحل السياسي؟ أعتقد يعني الدول العربية اللي ممكن تشكل ضغط في موضوع الحالة السورية هي المملكة العربية السعودية وقطر والجزائر ومصر إلى حد ما، والأردن ممكن كدولة من دول الجوار المتأثرة. لكن للأسف الشديد إنه القضايا العربية، العرب لا يجلسون على طاولة المفاوضة. لاحظنا ما جرى في إستانا ونلاحظ ما جرى في جنيف، العرب مغيبون، يعني ولا دولة عربية في جنيف. ومن هون نقول أنه ضروري أن يكون هناك توجه لوجود عربي على طاولة المفاوضات، إن كان في إستانا برعاية الاتحاد الروسي أو في جنيف برعاية الأمم المتحدة. هذا جانب. لو أخذنا إحنا موضوع ليبيا من جهة، نجد أن المبادرة المصرية الجزائرية التونسية قد أثمرت، يعني أقولها في تقريب وجهات النظر، وهناك جلسات أخرى. فالتدخل العربي أعتقد أنه كان هناك كذلك اتفاق أسفرد. طيب أريد أن أنتقل إلى نقطة هامة، المناطق الآمنة في رأيك دكتور التي يتحدث عنها تيلرسن، هل هي ضرورية اليوم؟ هل ممكن إقامتها في ظل هذا الموقف التركي الذي يبدو متغيرا بين الفينة والأخرى؟ نعم. موضوع المناطق الآمنة قيل عنه، لكن ما لا يوجد أي تفاصيل ولا حتى في العقل الأمريكي أو لدى وزير الخارجية الأمريكي أي تفاصيل عن موضوع هذه المناطق. لكن
كما ورد في الأخبار اليوم أنه إذا هناك مناطق آمنة في شمال سوريا سيكون هناك دور فاعل لتركيا في هذا الموضوع، كما صرح الأمريكان أو صرح الأتراك في هذا اليوم. الدكتور أمين مشقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمان، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا، نعود إليكم لاحقا في نشرة الثامنة، تفضلوا بالبقاء.